السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا المرة اللي فاتت على ازاي اعمل مونيتورنج للبروسيس بتاعي، وعرفنا ان في 14 نقطة هم من صفحة 101 ل 138 في جانت. خلصنا المحاضرة اللي فاتت الاورجانيزيشن ريفيو بروسيس، ودلوقتي هنتكلم على الكلينيكال بروسيس ريفيو. انا عايز اعمل فوكس على البروسيس بتاعي ماشي سليم ولا لا. مين اللي بيعمل البروسيس ده؟ الناس اللي بتشتغل جوه، الدكتور والنيرس والحاجات دي. فطبعا الناس دول مش بيتحطوا تحت المراقبه، لكن اللي بيتحط تحت المراقبه البروسيس نفسه، لاني بعتبر ان الدكتور والنيرس زي الاستراكشر، يعني زي انسترومنت اساس، هو اساس فعلا لكنه بيؤدي. فانا لازم ان انا اختبر الاداء بتاعه او البرفورمانس بتاعه حسب الستاندرد اللي موجود عندي. هندي مثال دلوقتي من الناس اللي بتعمل كلينيكال بروسيس ريفيو، الديبارتمنت والكواليتي كاونسل، هما الاثنين متشابكين مع بعض. وليكن مثلا الديبارتمنت بتاع الاي سي يو، الاي سي يو ممكن يكون فيه انديكيتورز احنا حاطينها او كاميرات مراقبه علشان تجمع لنا الداتا. طيب الديبارتمنت جمع لنا الداتا زي ما خدنا في المحاضره اللي فاتت وحللها وبدا ان هو يطلع لنا ارقام، واصبحت في ديسيشن ميكنج موجود، فببعت ريبورت مونثلي للكواليتي كاونسل. لما ابعته للكواليتي كاونسل، الكواليتي كاونسل بيبص على البروسيس اللي شغاله وبيبدا يختار انهي مكان فيه مشكله ولازم اخد فيه اجراء، سواء للتحسين او سواء للفوكس او البير ريفيو. طبعا اساس الشغل بتاعنا هو البريوتورايزيشن، يعني هو ما بيشتغلش على البير ريفيو اكتر لكن بيشتغل على التحسين، يعني بيعين البي اي تيم ويعمل بريوتورايزيشن. ده اللي احنا عارفينه الكواليتي كاونسل. بناء على ايه؟ بناء على الداتا اللي جايه من الاسم اللي فيها هاي فوليوم هاي ريسك هاي كوست او بروبلم برون زي ما احنا عارفين. بنبدا بنعمل كوارتري ريبورت، او الكواليتي كاونسل بيعمل كل 3 شهور بيعمل ريبورت ويبعت الريبورت ده للديبارتمنت تاني، بيرجع له بالريكومنديشنز او بحاجات المفروض تتعمل، زي مثلا بي اي تيم المفروض يتكون علشان نعمل تحسين في المنطقه دي. لما بنرجع الريبورت ده الديبارتمنت لازم يبص على الريبورت، فيبص عليه ديبارتمنتال. ممكن يكون الديبارتمنت ده بيعمل ميتنج كل 3 شهور، لكن من حق الاسم ان هو يعمل لجنه داخليه من جواه ممكن تجتمع مونثلي علشان خاطر انها تبص على الكوارتر ريبورت وتبدا تشتغل في الامبروفمنت اللي موجود ده. كمان من فوائد الكوميتي دي اللي هو الديبارتمنت يستطيع ان هو ياسسها، انه ممكن يشتغل على البير ريفيو، يعني من اللجنة دي يعملوا فوكس على بروسس معينة مش في النطاق بتاعها او مش ماشية مع الستاندر بتاعها. يبقى دي عملية الانفورميشن فلو اللي احنا خدناها اصلا في اول شابتر 3 زي ما احنا شرحناها قبل كده لو تفتكروا. الانفورميشن فلو في الاستراكشر. الجهة التانية اللي هي ممكن نعمل عليها بروسس ريفيو او نستفيد منها هو الميديكال ستاف بايلو. الميديكال ستاف بايرو عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن قوانين ونظم بتقول انت يا دكتور وانت يا نيرس احنا عايزينكم تعملوا 1 2 3، لكم 1 2 3 وعليكم 1 2 3. يبقى انا دلوقتي الميديكال ستاف بايرو هو قانون بيربط المنظمة بالناس اللي بتشتغل بيها، يعني بحط سيستم كامل. لو انتوا بصيتوا على الحاجات الموجودة دي في التيبل ده، دي الميديكال ستاف بايرو بتاع مستشفى في السعودية، ده الكونتنت بتاعه. فالميديكال ستاف باي لو ده ريجوليشنز بتتحط من عن طريق الدوله علشان خاطر تحكم عمل الناس اللي بتشتغل جوه المؤسسه. طيب احنا هنستفيد من الكلام ده ايه؟ الميديكال ستاف باي لو بيدي ايه؟ تو بروموت كواليتي بيشنت كير، لازم ان انا اعمل كواليتي في الخدمه المقدمه اللي انا شغال فيها. ده بيقدم لي برضه ستراكشر فور اكاونتابيلتي، يعني مين الرئيس؟ مين اللي فوقيه؟ بحيث ان الحاجات لما تيجي تتنفذ احط المسؤوليات على الناس او النقاط اللي هم عندهم الاكاونتابيلتي او الليدرز. 3 كوميونيكيت تو ذا جوفرنينج بورد، زي ما احنا قلنا ان لازم كل الاحداث اللي بتحصل دي في اي مؤسسه لابد انها ترفع الى الجوفرنينج بورد علشان ياخدوا فيها قرارات، لان هم اللي ماسكين المؤسسه بتاعتنا. النقطه الرابعه اوتلاين بروسيس فور كوركتيف اكشنز، لازم يكون عندي بروسيس بيبين ان انا دايما بعمل كوركشن للمشاكل اللي بتظهر نتيجه. انا طبعا حاطط كاميرات مراقبه، انا بعمل مونيتورنج، وهدف المونيتورنج ايه؟ ان انا اعمل تحسين. لما لقيت في حته فيها بروبلم
بحط لها اكشن بلان، لازم يكون في بروسس اوتلايند مكتوبه بهذا الشكل في الميديكال ستاف بايلو. كمان من الميديكال ستاف بايلو كان بيساعدنا ان احنا نعمل مونيتورنج للاوتكم بتاعنا او الافكت بتاع الكير اللي احنا بنقدمه، هل هو كويس ولا في مشاكل. كرايتيريا فور ابلكيشن بيقدم لنا ان احنا لو عايزين نقدم خدمه معينه المفروض الريكوايرمنت بتاعها 1 2 3 4 اذا كانت موجوده بنستطيع ان احنا نقدم الخدمه دي. 7 كريدنشالنج اند بريفليج، اكيد كريدنشالنج اللي هو اعتماد الشهادات والبريفليجنج اللي هو الامتيازات اللي بتمنح للناس من حقها تشتغل ايه ومش من حقها تشتغل ايه. واخر حاجه اورجانيزيشن فانكشنز اند اكتيفيتيز، الثمان حاجات اللي انتم شايفينها دول واكثر من ذلك يعتبروا ستاندرد للناس اللي بتشتغل جوه المؤسسه. لو هو ستاندرد يبقى انا ممكن ارجع له في البرفورمانس، يعني اقارن البرفورمانس بالستاندرد اللي موجود، ولذلك انا بستخدم الميديكال ستاف بايلو في الكلينيكال بروسيس ريفيو. يبقى many of these clinical process reviews are included in the medical staff bylaw، وعلشان كده ده يعتبر معيار في مراجعة البروسيس. النقطة الثالثة أو الجهة الثالثة اللي ممكن تستخدم الـ clinical process review أو تراجع على الـ process review الناس اللي بيعملوا تحقيقات. أنا دلوقتي عندي ناس ممكن يطلعوا بره أو يحصل deviation الباث بتاعي أو المفروض الناس تعمله أو standard وبيبعد عنه، بيحصل some sort of variation، فلو الفاريشن ده not acceptable بضطر ان انا اعمل peer review. ال process used in depth analysis، peer review in depth analysis. ال in depth analysis ده بيقع على ال performance، يعني انا ببص على ال process واللي بيعمل ال process، مش علشان اختار الرجل نفسه او انا اتصيد الرجل نفسه، انا عايز احسن ال process نفسه. طيب مين اللي بيعمل ال process؟ اكيد واحد practitioner، يعني ممكن يكون نيرس، ممكن يكون دكتور. فاللايسنس اندبندنت براكتيشنر هو اللي انا بحط عليه الفوكس بتاعي بما انه هو اللي بيأدي الشغل ده. يعني ايه لايسنس اندبندنت براكتيشنر؟ وده هناخده قدام في الابريزل او في المحور السادس اللي موجود في شابتر 3. ال HRSA اللي هو دي مؤسسة هي اللي عرفت اللايسنس اندبندنت براكتيشنر، بتقول ان هو ده واحد واخد رخصة، ممكن يكون دكتور، ممكن يكون يعني طبيب، ممكن يكون دينتست، ممكن يكون نيرس ميدوايف، المهم ان هو عنده الصلاحية ان هو يشتغل لوحده من غير اي اعتماد على اي حد اخر، وبالتالي قراراته ذاتية نتيجة خبرته، نتيجة شهاداته، نتيجة انه مارس العمل، فهو لايسنس اندبندنت براكتيشنر، يعني مستقل بذاته. طيب انا لما احط بقى فوكس على هذا الرجل او حط على اللايسنس اندبندنت براكتيشنر، بحط عليه فوكس، هبدا اعمل بقى تحقيق مكثف في القضيه دي. وانا بعمل تحقيق معاه هو؟ لا، انا بعمل تحقيق مع ما قدمه، البرفورمانس. لو البرفورمانس ماشي مع الشغل، يعني هو ادى اللي عليه، يبقى هو مالوش حاجه، الكومبليكيشن اللي حصل ده مالوش علاقه بيها هو. انما لو هو كان في ديفيشن عن المفروض يعمله، الباث او الكلينيكال جايد لاين او الباثوي اللي كان المفروض يشتغل بيه وما اشتغلش بيه، هنا بتقع المشكله وبنحاول ان احنا نرجع الراجل ده الى طريق السليم. يبقى كده ممكن يكون اللايسنس اندبندنت براكتيشنر بيرفورمانس يكون في مشكله في حاجتين، يا اما هو مش عايز ينفذ يا اما هو مش عارف ينفذ. لو هو مش عايز ينفذ لازم اوديه الى جهه اعلى للتحقيق، يعني لازم اتصرف معاه، المفروض ان هو يتبع او يعمل كومبلاينس مع الريجوليشن زي ما قلنا في الميديكال ستاف بايلو. لكن هو لو ما رجعش يبقى انا لازم اخد معاه اكشن. الحاجه الثانيه انه مش عارف، يعني هو مش عارف يعملها. في كلا الحالتين لازم يبقى في ريكويرمنت. الريكويرمنت ايه؟ بير ار ريكوايرد تو موديفاي كلينيكال بريفليج. انا دلوقتي عملت تحقيق مع الراجل فاكتشفت ان هو ما بيعرفش يشتغل، فممكن اعمل له تعديل للصلاحيات بتاعته، او ممكن انا اخد اكشن تاني زي اوقفه، اعمل له سسبنشن، اوديه للتدريب، اعلمه، انهي عقده براحته. والنقطه الثانيه الاكشنز دي بعد لما تطلع او البير ريفيو، اللجنه دي اللي هي بتحكم في البروسيس، ممكن تاخد قرارات وترسلها لمين؟ ترسلها للديبارتمنت اللي هو حصل فيه المشكله او لكوميتي مسؤول عنه، وممكن لديزيجنيتد جروب اوف بيرز لا ممكن تتعامل في هذه القضايا وعلى طول تاخد الاكشن منها لنفسها.
فاضل ان احنا نقول ثلاث نقط بسرعه كده بخصوص البي ريفيو قبل ما نتكلم عنه بعمق بعد كده ان البي ريفيو ده هيجي ونتكلم عليه فيما بعد. في الولايات المتحده الامريكيه في ولايات زي تكساس، الولايه دي بيعملوا بي ريفيو ايفن للناس، يعني الناس ما تعملهاش بي ريفيو في معظم الاورجانيزيشنز، بس ممكن في اذا كان الموضوع له علاقه بالبرفورمانس او في ايشوز في البرفورمانس ممكن ان هم يعملوا بير ريفيو للناس. النقطه الثانيه ان ممكن في ناس يعني مش لايسنس اندبندنت براكتيشنر بس برضو ممكن اعملهم تحليل، لان انا الفوكس بتاعي على اللايسنس اندبندنت براكتيشنر، الراجل بياخد قرارات لوحده، فانا ممكن اعمل برضو بير ريفيو على ناس ما بتاخدش قرارات لوحدها اذا كان الخطا كبير او البرفورمانس في مشكله كبيره. النقطه الثالثه اللي ممكن نتكلم عليها ان الهيومن ريسورسز او الاتش ار او شؤون العاملين من حقه ان هو يعمل كونسلنج على اي بيرفورمانس لاي حد، لانه هو شايف انه مثلا اداؤه مش كويس، وبالتالي انا ممكن يعني ما اجددلوش، ممكن مثلا ناخد عليه عقوبات او ممكن نحاول ان احنا نعدل له الشغل بتاعه بشكل او باخر. يبقى الاتش ار من الحاجات المهمه، وان ممكن اللايسنس اندبندنت براكتيشنر يعني غيره يدخل في جهه التحليل. النقطه الثالثه اللي هو الاوديت، الاوديت اللي هم الناس اللي بيعملوا تدقيق بس في الأرقام، يعني بيبص على الأرقام ماشية كويس ولا لا، وبالتالي لما يطلع الأرقام ويترجمها بيبان البرفورمانس بتاعها. فالأوديت من الناس اللي ممكن تراقب البروسس وتدلنا معلومات عنه كويس. في طريقتين للأوديت، واحدة انفورمال يعني بطريقة غير رسمية، واحدة فورمال. هما احنا بنعمل ايه؟ بنلم شويه فايلات، بنراقب بروسيس معينه، وبنشوف اذا الفورمانس ماشي تبع الستاندرد ولا مش ماشي تبع الستاندرد. طبعا هنعملها ازاي؟ بناخد عينات، ياخد عينات مثلا من الفايل ويراجع بروسيس معينه، ممكن ياخد 10% من الحالات او مثلا من 10 ل 20 فايل. لكن الرسمي الاوديت الرسمي ان احنا ناخد سامبل سايز 5% من التوتال او 30، ايهما اكبر؟ اذا كانت 5% اكبر من 30 باخدها، إذا ما كانش يبقى باخد 30 عين. يبقى دول الأربع حاجات المهمين، الجهات اللي بتعمل process review departmental and quality council الميديكال ستاف باي لو as a standard، البير ريفيو الناس اللي بتراجع بتعمل فوكس على اللايسنس اندبندنت براكتيشنر وغيرهم، والأودت اللي أصلا بيراجع الأرقام وممكن إن هو يبص على process ماشي صح ولا غلط. طيب clinical process review category، لما تيجي تراجع process بقى او تقيمه هتقيمه على اساس ايه؟ لان البروسس له بدايه وله نهايه، ففي خمس نقط احنا بنغطيهم. ايه هما الخمس نقط او الستاندردز او الكاتيجوري اللي احنا بنغطيهم؟ indication appropriateness، preparation dispensing، administration performance، monitoring effects، و patient education. فخلينا نتكلم على اول جزئيه اللي هو الindication والappropriateness. الاسبيكتس اوف ذا اوردرنج انكلود الكوريكت اوردر، ابروبريتنس اوف ذا اوردر، اند كوريكت بيشنت. انت المفروض انك انت بتنقي العيان صح، بتشوف الوضع انك انت بتختار الانديكيشن الصح علشان خاطر تنفذ سواء كان دراج او كان بروسيدر. النقطه الثانيه البريبريشن، بريبريشن وديسبنسنج. البريبريشن قلنا بريبريشن لو هنعمل بروسيدر، والديسبنسنج اللي هو صرف الدواء لو احنا هنعمل ايه، هنشتغل على دراج. الكاتيجوري هنا انكلود جيتينج ذا بيشنت ريدي فور ا بروسيدر او بريبيرنج ا ميديكيشن فور ادمنستريشن وبريبيرنج بلاد برودكت فور ادمنستريشن. طبعا دي اكزامبلز للبريبريشن والديسبنسنج. طيب الادمنستريشن والبرفورمانس ايه الاكزامبلز بتاعتهم؟ ان انا اشتغل ابدا ادي بقى، اما ادي العيان ادي له دراج او ابدا اعمل البروسيدر بتاعي سواء اركب مثلا سي في لاين او اركب شيست تيوب او اعمل اوبريشن. طيب الافكت اللي حصل ده سواء كان دراج او سواء كان بروسيدر، ايه الاوتكم بتاعه؟ ايه السيكونس اللي حصل نتيجه ان انا اخترت هذا البروسيس تو دو؟ يبقى انا بعمل مونيتورنج للايفكت بتاعي والاوتكم هوبينج ان هو ده يكون البيست اوتكم. الحاجه الاخيره ان لازم اعلم العيان قبل ما يدخل معايا هو والريلاتيفز بتاعته ايه اللي هيحصل. انا عندي توقعات وعارف البروسيس ده ماشي ازاي، عندي كلينيكال جايد لاين، عندي باث ويز، فبعرف النتائج بتاعته، بقول له والله ده انت هتخرج بعد 3 ايام، هتخرج بعد كذا، هنعمل كذا، اللهم الا اذا كان في حاجه كومبليكيشن هنا ولا هنا. لكن انا بعرف العيان من الاول ازاي ياخد دراج او ازاي يعمل بروسيدر ويساعدنا ازاي قبل وبعد. يبقى دول الخمس نقاط اللي هم
بنراقبهم في اي كلينيكال بروسيس ريفيو. انا حابب ابص على بروسيس، يبقى انا هبص على الخمس نقاط دول. كده احنا خلصنا اللي هو الكلينيكال بروسيس ريفيو، وان شاء الله المحاضره الجايه نتكلم على الاوبراتيف اند بروسيدر ريفيو، وممكن احتمال ناخد معاها الميديكيشن مانجمنت ريفيو. ربنا يسهل الحال ان شاء الله.